المهن المناسبة لمواليد الأبراج، ما المقصود بالمهن المناسبة؟ المقصود بها الأعمال المناسبة، الأعمال التي تتناسب مع طبيعة وطاقة وتكوينة برجك. يعني كيف ممكن تعمل بزنس، كيف ممكن تشتغل عمل يتواءم معك وتحبه. اعمل ما تحب لتحب ما تعمل، هذه المقولة ينطلق منها طاقة الشخص وما يتناسب مع طبيعته الذاتية ليجني أرباح مالية أو ليكون سعيدا في عمله. يعني هناك عرف اجتماعي، جميع الأهل يحبون أن يصبح أبنائهم أطباء، والجميع يحبون أن يصبح أبنائهم مهندسين، والجميع يحبون أن يصبح أبنائهم طيارين. لكن هون نسيوا أن تعدد الطبائع البشرية في الفلك تجعل شخص ينجح في الفن وشخص آخر ينجح في العمل السياسي، شخص ينجح في قيادة الطائرة وشخص آخر ينجح في الزراعة قد يكون. من هنا تنطلق المهن المناسبة لكل برج، وهذا ما أقصده بالأعمال والمهن المناسبة. راح نبدأ مع مواليد برج الحمل. أكثر المهن التي تتناسب مع هؤلاء المواليد هي القيادة في المجالين السياسي والعسكري، الطب لا سيما العمل الجراحي لأنه يحتاج إلى جرأة، والمريخ كوكب الجرأة هو الذي يتحكم بطاقة مواليد برج الحمل. كذلك العمل كرجل إطفاء أو جزار، هذا العمل أيضا يحتاج إلى جرأة لمواليد برج الحمل. أما بالنسبة لمواليد برج الثور فالأعمال المناسبة لهم كونه فينوس يتحكم في برجهم هي تربية وبيع الزهور، العمل كسينمائي أو مسرحي أو في مجال التلفزيون. هناك أشخاص من مواليد برج الثور مبدعين، منهم الممثل الكوميدي الرائع عادل إمام. أيضا ينجح مواليد برج الثور كونهم أنيقي الملبس والمظهر في بيع الملابس، بوتيك ملابس. كذلك كونهم دقيقين في حياتهم اليومية ينجحون في الصرافة، تبديل العملات أو الصياغة، الذهب على سبيل المثال تنجح مع طاقة وطبيعة برجهم. بالنسبة لمواليد برج الجوزاء كونهم أذكياء ويجدون التعبير عن أنفسهم فإنهم ينجحون ويبدعون في مجال الصحافة، التحرير والمراسلة الإذاعية التي تحتاج إلى حركة دائبة، وهذه الحركة هي من صفات برجهم ومن طاقة برجهم، فإنهم ينجحون في المراسلة التلفزيونية وأيضا ينجحون في العمل في البريد وشركة الهواتف والاتصالات على أنواعها. أيضا بالإضافة إلى الاتصالات ينجحون في الهندسة الإلكترونية. أما بالنسبة لمواليد برج السرطان ينجحون في إدارة الفنادق والمطاعم أو الاشتغال في العقارات، أيضا ينجحون بها، وكون ذاكرتهم البعيدة قوية جدا 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 ينجحون في علم الآثار أو دراسة مادة التاريخ وتدريسها. وأيضا مواليد برج السرطان لديهم ملكة التصوير، حتى وإن لم يعملوا في مجال التصوير إذا كان لديك صديق من مواليد برج السرطان وطلبت منه أن يأخذ صورة ستجد أن الصورة التي يلتقطها مميزة. مواليد برج الأسد ينجحون في الصياغة، أيضا الأعمال التي تحتاج صياغة الألماس، صياغة الذهب، المعادن على أنواعها، الميكانيكيات، القطع الميكانيكية، قطع غيار السيارات، حتى تجارة السيارات ينجحون بها. العلاقات التجارية العامة بشكل عام تنجح مع مواليد برج الأسد. مواليد برج العذراء ينجحون أكثر شيء وأبرز وأهم الأطباء هم من مواليد برج العذراء، إذن ينجحون في دراسة الطب وفي تخصص الطب أيضا. كذلك ينجحون في مجال النشر، الكتابة، الكتاب العظماء غالبيتهم من مواليد برج العذراء. التدريس ينجحون في التدريس كون لديهم دماغ نشطة إلى حد العبقرية. على الجانب التجاري مواليد برج العذراء ينجحون بإنتاج أغذية خاصة بالأطفال أو خاصة في الحيوانات، يجنون الأرباح منها. أما بالنسبة لمواليد برج الميزان ينجحون في القضاء، المحاماة، الأزياء والفنون. لماذا قلنا القضاء والمحاماة؟
مواليد برج الميزان يتأثرون تأثير مزدوج من كوكب الزهرة، أيضا برجهم هو البرج السابع. ما المقصود في البرج السابع؟ البرج السابع هو الذي يوازن الأبراج، هو الذي لا يحب أن يحوق الظلم بأحد، هو يعرف أين العدل، هو يعرف أعطاء الحق، لذلك ينجحون في القضاء، كذلك ينجحون في السلك الدبلوماسي. بوتين، فلاديمير بوتين الرئيس الروسي من مواليد برج الميزان، وكما ترون هذا الإنسان فهو شخص أثر في الإرث السياسي الروسي والعلاقات الخارجية، وأعاد بعض الشيء مجد الاتحاد السوفيتي أو الأباطرة الروس. هذا الشخص من مواليد برج الميزان من العشرية الثانية. كذلك ينجحون مواليد برج الميزان في التصميم، فهم دقيقين جدا في كل ما يتعلق بالبروتوكولات، بالأشياء الهندسية دقيقون فيها، ينجحون في التصميم. إذن كذلك يجيدون التمثيل السينمائي والمسرحي، يبدعون في ذلك، والتلحين أيضا يبدعون فيه. لدينا حسن الشافعي الملحن الشهير المصري من مواليد برج الميزان. أما مواليد برج العقرب أكثر حاجة ينجحون بها كونهم أشخاص لديهم قدرة على التنفيذ، فهم العقارات، كون العقار يحتاج إلى إنشاء وبناء، فالعقرب لديه هذه القدرة على الإنشاء والتنفيذ، ينجح بشكل عام بها. كذلك ينجح في شركات التأمين، ينجح بالبورصة، يضع البورصة الافتراضية إلى حيز التنفيذ إلى العالم الحقيقي، يبدع بها. فإذا ذهبت إلى البورصة، خاصة إذا كان برجك ميزان، وأردت الدخول من خلال شخص يفضل أن يكون برجه عقرب. أما مواليد برج القوس فهم ينجحون في مكاتب السفر، كونهم حالمين، مسافرين في أفكارهم، قدمهم على الأرض ورأسهم بين النجوم، فهذه الطاقة تجعلهم ينجحون في تخطيط حتى رحلاتك. إذا ذهبت لعند شخص من مواليد برج القوس وسألته ما هي السفرة المناسبة لي، سوف تجد أنه يقسم ويخطط لك رحلتك بدقة عالية وبمتعة عالية. كذلك ينجحون في الأمور الدينية والفلسفية، يفلسفون الدين، يضعون وجهة نظرهم، يسقطونها على الأفكار الدينية ويطورونها، أشخاص مطورين ومرنين وأذكياء ولديهم قدرة على الإقناع، خصوصا في مجال التدريس في الجامعات. أيضا أي مادة يدرسوها في الجامعات، إن كانت علاقات دولية أو قانون دولي أو مادة دينية، ينجحون بها. من أعظم الفلاسفة من مواليد برج القوس الفيلسوف والمعلم كمال جنبلاط، الذي كان طبيب وفيلسوف وشاعر وسياسي، كان يحوي كل هذه الصفات. طبعا لدينا أمثلة كثيرة من فنانين ومن أشخاص رائعين من مواليد برج القوس، منهم كاظم الساهر. كذلك ينجحون مواليد برج القوس في تربية الخيول، تربية الخيول، تجارة الخيول، ينجحون بها إلى حد كبير. كذلك الصيد، صيد الأسماك أو صيد المخلوقات البرية في الغابات في الصحراء، يبدعون وينجحون بها، كون الصيد يعود إلى القوس، والقوس هو الذي يتحكم في هذه الطاقة. أما مواليد برج الجدي فهم ينجحون في المجال السياسي، لأنهم غامضون، مبدئيون، لديهم قدرة على التحكم. الزعيم، لا أود أن أقول الديكتاتوري، لكن الفذ الكوري الذي اسمه مركب، كينج جينج أونغ أو ما شابه، هذا الإنسان الذي برجه جدي، ولد في العشرية الثالثة من برج الجدي، فهو إنسان فج إلى حد كبير. كذلك ينجحون في مكتب الضريبة، العقارات، ينجحون إلى حد كبير. أيضا من مشاهير برج الجدي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لكنه يختلف تماما عن المثل الكوري الشمالي، لأنه كان إنسان طموح جدا، لديه حضوره، لديه وهرته، لديه أدائه السياسي المتميز. إذن مواليد برج الجدي لديهم قوة احتمال المسؤولية، فينجحون غالبا في المجال السياسي. أما مواليد برج الدلو الذين يبحثون عن الحرية والاستقلال، الذين يبحثون عن التمرد عن الواقع بهدف الحصول على استقلاليتهم الذاتية، ينجحون في مكتب السفر. أيضا كل شيء له صلة في الكهرباء، أي شيء له صلة في الكهرباء ينجحون فيه، في التلفزيون، في الكاميرات، في الراديو،
في الأجهزة الإلكترونية والتقنية، أيضا ينجحون في الصحافة، في الإذاعة، في التلفزيون، في أشعة إكس. أشعة إكس هذه ينجحون بها إلى حد كبير. كذلك ينجح مولود برج الدلو كاختصاص أعصاب، اختصاص هواتف، حواسيب، طيران، ينجحون إلى حد كبير جدا في هذه الأعمال. أما مواليد برج الحوت فينجحون في الطب النفسي كونهم يمتلكون الحدس القوي والإحساس والتعاطف مع الآخر، وينجحون في الصيدلة، في التمريض، ينجحون في الشؤون الاجتماعية لأن لديهم كاريزما اجتماعية وحضور كبير وكبير جدا، وينجحون أيضا في الفنون على أنواعها والتصوير وصيد الأسماك ودائرة المياه. وأيضا هناك معلومة مهمة جدا هي استخراج النفط، يبدعون مواليد برج الحوت في هذا العمل إذا كانوا مهندسين بترول على سبيل المثال.